مرحبا، شكو ماكو؟ بريفيت، كيفك؟ هلو، سلام عليكو. هولا، مرحبا الساع. عسلامة، نمستي. جواز سفر واحد بياخدك حول العالم بأكمله. ياه، يا ريت. ومش هيك بس، راح تلتقي بشخصيات من جنسيات ومجالات مختلفة. طيب كيف؟ برنامج جواز سفر، جواز سفرك إلى كل العالم. نتعرف سوياً إلى ثقافات وحضارات الشعوب، ونلبي دعوة ضيوفنا إلى أهم الفعاليات الثقافية والفنية. أهلاً بكم على متن الآن FM. نتمنى لكم رحلة موفقة. اليوم الأحد والساعة 1 بتوقيت السعودية، يعني برنامج جواز سفر معي أنا ميراشا. تحياتي لكم مستمعينا ومشاهدينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا ومن وين ما كنتوا عم تتابعونا، وإذا كنتوا كمان انضميتوا لنا عبر اللايف فيسبوك على صفحتنا الرسمية LNFM، بوجه لكم كل التحيات وأطيب التحيات مني لكم. بدي رحب عبر الهاتف بسيدة الجبل وكبيرة الهيبة أم جبل، بالقديرة الأستاذة ست الكل، الست منى واصف. ست منى واصف، شكرا. تفضلي. شو التقديم هذا الحلو؟ نعم حبيبة فضل. قلبي هلا منورة هو راديو الآن اف ام ومشرفتينا، ويعني ما تتخيلي قديش انا سعيدة بانك معي اليوم. شكرا جزيلا. شكرا. انا كمان اولا بدنا نتمنى لك رمضان كريم، ان شاء الله بينعاد عليك بالصحة وبالعافية وعلى كل احبابك يا رب. ست منى، الله يخليك يا رب، الله يخليك. منى واصف الحرفية، منى واصف الإبداع، الأداء الحقيقي، الإتقان، التاريخ، الخبرة، المسيرة الطويلة بتمثيل بالإذاعة، بالتلفزيون، بالسينما وكمان على المسرح. شو سر نشاطك ست منى والسحر اللي ملازمك وما بفرقك أبدا؟ أول شيء أنا بعشق شغلي. نعم. بعشق التمثيل. هذا هو ما كان حلمي وأنا صغيرة، كان حلمي إني أكون كاتبة. بس الحق اتحقق الحلم لما دخلت التمثيل وشفت إني أنا أهم كون ممثلة من إني أكتب مثلا مثل دوستويفسكي أو تولستوي أو نعم. هدول اللي أنا الأدباء اللي أنا متأثرة فيهم. هي أول ناس منى. وأنت كمان مثلي. طبعا دوستويفسكي و. فهيك نحن متفقين أنا وياك. حبيبة قلبي. ولأني ممثلة مسرح اشتغلت عملت مثلت العبث لكتاب عالميين، شكسبير، مولير، روسي، يعني كل وطولت بالمسرح، يعني ضليت حوالي 40 سنة إذا مو أكثر يعني تقريبا. وعمل يومي تابع لوزارة الثقافة باللغة العربية الفصحى، ايام قلق، ايام عذاب، ايام شهره، ايام فشل، ايام نجاح. لكن انا على طول كنت حس اني انا عايشه حياه فنانه، يعني زوجي فنان. نعم صحيح. وانا فنانه، كنت اقرا ويعني اعمل كل الشغلات اللي بتخليني انا اكون دائما اقدم الجيد. نعم. طبعا حلم الواحد يقدم دائما جيد، احيانا ممكن يكون لا، بس يعني ما شاء الله عليك ست منى. مرحلة ما شاء الله عليك ست منى، يعني انا ما بتذكر محطه فشل بمسيرتك المهنيه. كل اللي قدمتيه يعني يرفع له القبعه من ناحيه التمثيل ومن ناحيه العطاء، نسبه العطاء. وبفتكر هيدا سر يعني الـ سر النجاح وسر طبعا السحر اللي انت فيه. والله هاي الكلمة أنا بحبها كتير، لأني أنا لما بدي أمدح فنان أو أمدح عمل بقول سحرني. شكرا. إذا أنا قدرت أنا أوصل لك هذا ما بتتخيلي قديش ست منى. أنا بكون كتير سعيدة. الله يخليك. حبيبي. الله يخليك.
ست منى من منيرة والصرخة بمسلسل أسعد الوراق، اللي بس نقول منى منى واصف ما فينا ما نسمعها، إلى هند بنت عتبة بفيلم الرسالة، إلى محطات كتير كتير يعني من المستحيل أنه نختصرهم بكم دقيقة، واليوم إلى الهيبة الجزء الأول، والسنة الهيبة العودة الجزء الثاني. بعد كل هيدي السنوات من الإبداع وبعد كل الأدوار اللي سكنت ذاكرتنا ووجداننا واللي حفرت بتاريخ الفن السوري والعربي، اليوم شو هي المعايير اللي بتعتمدها الست منى لاختيار دور بمسلسل معين بشكل عام؟ يعني أنا ما في عندي مديرة أعمال ولا حدا يقرأ أعمالي، أنا بالتأكيد النصوص اللي أنا بقرأ العمل يا بيعجبني يا ما بيعجبني. الشيء اللي أنا من زمان ما اعتمدته إنه هو يكون العمل جيد، النص يعني جيد، ومخرج جيد، وممثلين اللي معي بدهم يكونوا جيدين. يعني ما بعمل هذا التنازل، وإذا عملته بيكون الدور كثير كثير حاببته ممكن يعني، بس إجمالا ما حصل، ويكون دوري دور امرأة قوية. رح نحكي عن هيدا الموضوع بعد شوي ست منى، يعني عن الأدوار يعني اللي دائما بتلازمك بتكون أدوار قوية. أنا بدور عليها وكنت خاف كل ما أكبر بالعمر إنه تروح مني هاي الأدوار، لكن الحظ كأنه حالفني إنه تضل يعني هاي الأدوار للآن. بس أنا إجمالا يعني حتى بالبدايات يعني أنا هجمت بشكل من الأشكال إنه أنا يعني عم بلعب أدوار فيها قوة وكأني أنا امرأة مسترجلة. وطبعا أنا تضايقت من هذا الكلام، إيه يعني إنه القوة ما بصير إلا يعني إنه الرجل قوي، والمرأة إذا كانت امرأة قوية لازم تكون مسترجلة. صحيح. يعني قتلوا لي أنوثتي وأنا ما بحب حدا يقتل لي أنوثتي، عرفتي شلون؟ لا نحن عم نحكي طبعا يعني. نحن عم نحكي عن القوة، إيه؟ عن المرأة القديرة القادرة، المرأة التي تتحمل مسؤوليات عديدة، المرأة التي تقدر أن تواجه الظلم، تواجه كل بشاعة هيدي الحياة بكل ما فيها. إذا طبعا ما عم نحكي عن الشق الآخر اللي حضرتك ذكرتي، طبعا بتختلف الأراء، ولكن نحن اليوم سؤالي بالضبط لألك كان أنه أغلب أدوارك تتسم بالقوة مثل ما حضرتك ذكرتي، مثل ما خبرتيني هلا انه انت بتفتشي على الدور القوي، انا كنت رح اسالك اذا انت بتفتشي عن الدور القوي ولا الدور القوي دائما بصب عليك وبيستمد القوه منك انت. حلو هذا الشيء، انت كثير امراه ذكيه وبتعرفي تسالي يعني. حبيبتي الحقيقه بعتقد نحن اثنين بندور على بعضنا، يعني انا بدور على المراه القويه والدور القوي يعني يمكن لما بيقرا المنتج او المخرج بيقول هذا الدور والله لازم يروح لمنى واصف، بجوز يعني يمر على كذا وحده. وبجوز يعني بدي اقول لك كمان شيء، انا مو كل النساء بيحبوا يلعبوا هاي الادوار. صحيح. الممثلات اجمالا يعني حتى بهوليود يعني معروف انه بيتي ديفيز وجون كروفورد هذول ممكن يلعبوا ادوار المراه القويه، بس اجمالا كلهم بيحبوا يكونوا على نسق مارلين مونرو مثلا يعني. حتى في هاي الايام يعني تغيرت بجوز النظره للمراه القويه، يعني مو المراه اللي بتقتل، لا المراه القويه اللي مثل ما قلتي انت بتتحمل مسؤوليه اولادها واهلها وبيتها وعائلتها ووطنها وكل شيء يعني. صحيح. فانا محظوظه انه الدار بدور احيانا الدور اللي عند كذا ممثله وبعدين بيجيني. نعم. نعم هاي بالبدايه بيستمد القوه مني كمان يعني. شوفي إذا ما أنا خدمت الدور وتبنيته بكل أغلاطه وبكل قوته ما بيطلع يعني. صحيح. في مرحلة من الصدق كل فنان بيوصل له، إذا بيتعب بيوصل للمفتاح يلي أنت قلتي عليه سحر وأنا بقول عليه، إلى وصول إلى مرحلة الصدق مو 100%، لأنه نعم. بضل أنا بعرف من جواتي أني أنا عم مثل يعني. نعم ست منى، بعد كل هيدي الخبرة هل يصبح العمل أسهل يعني أم أصعب؟ بيبقى في تحدي أم بيروح التحدي؟ يعني كيف صار التعامل مع الدور؟ أصعب بصير أصعب، لأنه أنا ما عاد عندي فرص. طبعا أنا بهذا العمر ما عندي فرص أرجع، إذا فشلت أرجع ابني من جديد مثل بداياتي. نعم. يعني هلا اصعب الانتظار اصعب، وان كيف تقدمي يعني. انا لما بلعب يعني بمثل الدور بشتغل بالنهار حوالي 6 ساعات صباحا من 6 ل 12 هيك شيء يعني، ومثل كاني كاتبه
بشتغل على الكلمة وعلى الحرف والشخصيات الثانية كيف بيحكوا عن شخصيتي، وبحاول ابني 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 شيء معين بهذا الدور لحتى اقدر اقدمه. بعدين الانتظار لما بده ينعرض العمل بيعجبون للعالم ما بيعجبون للعالم، بحبوه ترقب النتائج. لا انا ابدا ما بصير ما بصير حرفي الحرفي ما بصير يعني حرفي، ممكن اني انا اقدر اشتغل دور ايه، بس اني انا مثلا مثل هيك وبعرف انه العالم حتحبني، يا ريتني بقدر اوصل لا لا لا, لا. لا صعب. نعم. فيما يتعلق بدور أم جبل بالهيبة، ليش الست منى واصف عم تشارك بالهيبة للمرة الثانية، وشو جذبك بهيدا الدور، وقديش أم جبل تشبه منى واصف؟ والله شوفي أنا أدواري ما تشبهني إجمالا يعني. أنا بستمد أحيانا القوة من 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 أدواري. نعم. تشبه الشخصيات اللي بحب ألعبها، بس أنا يا ريتني أنا أكون قوية مثل أم جبل، يا ريتني أنا أكون قوية مثل هند بنت عتبة، عرفت شلون؟ يا ريت. بس أنا أدواري عن مسافة العمر، وإني لعبت ملكات كتير وحكمات كتير ومركز يعني بأدواري، وبنفس الوقت لعبت أدوار امرأة صغيرة حاولت أعملها سلطة، يعني لما ما بيكون الأب بالبيت هي سلطة، يعني ممكن هي عم تشطب درج تخلي ابنها يصير دكتور، وهذا حصل بالنسبه للادوار اللي انا لعبتها. نعم. مثلا بامهات، هي الشخصيه لما بتخلقيها وبتقولي انه بتشبهك او انت بتشبهيها، احيانا بكون بحلم اني انا اشبهها، واحيانا الشخصيه بتجي لعندي جاهزه اني انا اتبناها. نعم. الجبل ما في ممثله بعتقد ذكيه بتقدر تقول لا على هذا العمل على هذا الدور، لانه هي امراه سلطه، امرأة قادرة، امرأة بتحكم، حتى لو من خلفية مو بالضرورة تقول انا 100% انا الاب هلأ انا صرت، صحيح، لكن بشكل من الاشكال هي بتخطط لتكون الاب، بتخطط لتكون السلطة، بتخطط لتكون القيادة، واليوم بيبين يعني هذا الشيء، هي امرأة عارفانة شو بدها، الظروف خلتها تكون هيك، بس هي من الصغر اخوها بيشتغل مثل 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 زوجة اللي هي حدثه من كلام اخوها، يعني انا ببني دائما هدول الشخصيات انه كيف هي، ما حسيت ابدا انه هي عم تعمل شيء ما نتعرف عليه، قصه التهريب وقصه يعني هي الشغلات، والبيئه شلون بتحكم، هي البنت بيئتها اللي اجت من عند اخوها لعند جوزها وتحملت هي المسؤوليه، وبتقلها لعليا بالجزء الاول بتقلها انا اجيت ولقيت كل الامور غلط، كنت بدي ارجع لعند اهلي، بعدين قدرت امشي وقدرت اسمعها وقدرت اعيش بهي الهيبه، قدرت اعمل كل الشغلات يلي ممكن يحبوني. بس هي كانت دائما خلف سلطان، وهذا الشيء طبيعي لانه سلطان هو الهيبه، صحيح، بس بعدين بدها تاخذ مكانها. نعم صح. ست منى بالجزء الأول مثل ما ذكرتي كنت الست القوية الجبارة القاسية إلى حد ما، القديرة والقادرة والصبورة والحنونة بالوقت نفسه، رح تضل أم جبل بالجزء الثاني رح تطلع بنفس الصورة أو لا؟ تقريبا بتمشي شوي شوي لتوصل للصورة تبع الجزء الثاني، يعني لح نشوف شيء اشياء مختلفة يعني بشخصية أم جبل طبعا. لا لا يعني ايه بدها تشوفي انه فجأة هي ما كانت كانت تشوفي امرأة بتحب زوجها فرحانة بعرس ابنها كذا، الحوادث اللي ممكن تكون هيك، وشوي شوي طبعا حتكون قوية. نعم. من اليوم ببادل طبعا، لا يمكن يعني هي ما تكون قوية، وإلا كيف بدها تستمر العائلة؟ نعم صحيح. وجبل يعني عرفت شلون، يعني جبل هو اللي الأب قال عليه انه جبل، يعني بده يكون شيء مميز بالعائلة. صحيح صحيح. أم جبل هي كبيرة عائلة بتعيش بظروف يعني غير قانونية مثل ما من شوي كمان ذكرنا، والهيبة بيعكس واقع موجود بكتير من مجتمعاتنا العربية. هل كنت موافقة ست منى على الموضوع والطرح والدور من البداية، أم بالبداية هيك كان عندك شوي تحفظ على هيدا الموضوع بالذات؟ لا ما كان عندي أي تحفظ، لاني انا بسمع اخبار وبشوف اخبار وبقرا جرايد وبقرا مجلات وبطلع،
وبعرف هدول الأماكن وين موجودة يعني بأي وطن وبأي أمكنة وكذا، وبعرف إنه في ناس هيك فوق القانون وإنه معهم مصاري كتير بيقدروا بيشتروا شغلات كتيرة، حتى ممكن يعملوا، عرفت شلون، حتى ممكن يعملوا دولة صغيرة يعني، ممكن صحيح. يعملوا كل شيء يعني بيكون معهم مصاري. فلا أنا ما كان عندي ولا أي اعتراض، بس بالعكس أنا خفت إنه يروح مني الدور لأنه أنا كنت عم بعمل مسلسل. لما عرض علي أستاذ سامر برخاوي الدور قال لي حبيته بشكل لو ما كنت أنا يعني يعني بقدر أعمله، لمين كدك تعطيه؟ تصوري شو أنا كنت عم بحكي، كنا عم ناقش هاي الأدوار اللي بعشقها، لأنه لا 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 ما كان عندي أي مانع، بالعكس أنا كنت وأنا عم مثل دايما بنفس الأوتيل اللي أنا فيه كانت تجي جريدة الجمهورية قبل ما أروح على الشغل، لأني أنا في كتير بكير أقرأ الجريدة، أقرأ في حوادث أفظع من مسلسلنا كانت تصير. نعم للأسف. نعم من المشاركين ست منى. نعم تفضلي. لا ولا شيء تفضلي أنت. من المشاركين معك بالمسلسل ست منى، هل في أداء لفتك أكثر من غيره؟ ولو بدنا نحرجك هلأ شوي. لا لا ما بتحرجيني لسبب كتير بسيط. الكبار يلي هن الهيبه العرابيه تبع الهيبه، الاستاذ عبد المجيد ورفيق علي احمد واحمد الزين وجهاد الأطرش، هدول ناس يعني مخضرمين بعالم هدول مخضرمين او طبعا وكبار يعني، هدول لما طلعوا هن عملوا اسسوا لشيء اسمه العرابيه يعني لهي المنطقه كثير مهم. بالنسبة للشيء تاني مثلا أنا عبدو شاهين أنا حبيته من الجزء الأول يعني أنا عم بحكي لك هيك، وويس بخلالاتي كمان أنا شايفته بس كمان يعني أو شيء إيه ما بدي لك تيم حسن، أنا تيم حسن لعباني أمه قبل هالمرة بمسلسل صورناه بالإمارات وبالمغرب. نعم مسلسل كنت أنا كمان أمه يعني أنا بعرف من التيم، أنا معجبة فيه لتيم من لما طلع بربيع قرطبة يعني هذا أداؤه لا يعلى عليه. الشيء اللي هذا السيدة كان لحام مثلا يعني أنا وياها في صراع، إذا بتلاقي صراع فيها كشوي ثانية إذا بتحب أداءها إيه يعني صحيح. الحقيقة هذا البنات يعني حبيتهم، أنا بحسيتهم إنه مجتهدات يعني مثلا أنا لسه شايفته بس هم بهذا الدور مختلفة حيكون في شيء جميل بأداء يعني أنا حلو. كثير يعني إيه في نعم. يعني أنا بالحقيقة شوفي أنا عندي نوع من الحب يعني أنا فوت على دوري على عملي بحدهم، أنا حسيتهم إنه كلها في عنده مشروع يكون شيء إن كان بنت ولا شاب، وهذا أنا كثير بحترمه نعم. كثير أنا بحترمه لأني بعرف شو يعني يحلم الفنان يكون شيء متميز. صحيح ست منى. على كل حال نحن اليوم كمان رح يكون معنا من الضيوف اللي موجودين معنا لنحكي عن مسلسل الهيبة العودة الممثل اللبناني عبدو شاهين والممثل السوري كمان ويس مخللاتي، وهن الحقيقة طلبوا مني إنه قليلي هني طلبوا مني انه وصل لك سلام منهم، سلام خاص عبر هوا راديو الان اف ام بما انك اليوم ضيفتنا، سلام خاص منهم الى ست الكل منى واصف. شكرا كثير ولينا، انا بحبهم كثير ويعني شو كيف بدي اقول لك، خلص هذول اولادي ونحن نحن كمان صحيح. نحن كمان ست منى بهيدي الأثناء لايف عبر الفيسبوك كمان، يعني الناس مش بس عم تسمعنا كمان عم تشوفنا عم تشاهد الاستديو، طبعا كنا نتمنى أكيد لو أنت منورتينا بقلب الاستديو، ولكن في كتير تعليقات على اللايف من المستمعين والمتابعين، يعني الحقيقة كنت أنا حابة أني أذكر كم تعليق ولكن قد ما هن كتار يعني بخاف أنه يزعلوا مني ذكرت تعليق ويعني ما ذكرت آخر، ولكن
ولكن في عدد هائل من المستمعين والمتابعين عم بيوجهوا لك تحيات وعم بيشيدوا بمسيرتك المهنية، عم بيقولوا قديش هن بحبوك وقديش هن سعيدين بوجودك معنا لليوم، وسعيدين بأنك عم تطلع علينا وعم تخبرينا أخبارك. يعني محبة جدا واضحة منهم لألك ست منى. شو بتحبي تقولي لهم؟ بحب اقول لهم شكرا على الثقة يلي منحوني اياها، وعلى هاي الاستمرارية انه يضلوا يحترموا فني، وانا ملاحظ اني انا بحترم هذا الجمهور يلي عم يشاهدني، يلي انا ما بستهتر ابدا لا بهذا الحب ولا بهذا الاحترام. انا كمان برفع القبعة للناس اللي بيحبوني، وشكرا جزيلا على كل الكلام يلي قالوا. حبيبة قلبي، طيب نحن رح نكفي مع الأسئلة ست منى، نحن ما خلصنا بعد معك اليوم. ست منى، شو رأيك بالدراما العربية بشكل عام والدراما السورية بشكل خاص؟ شوفي هلا، إذا بدنا نحكي في دراما يعني عربية صارت مشهورة، مثلا دراما الخليج يعني بالسنوات الأخيرة، بالعشر سنوات الأخيرة إلى صار موقع خاص وجمهور خاص. الدراما المصرية هي يعني البداية يعني والوجود والتواجد، ما فينا أبدا نعلق على هذا الشيء. بالنسبة للدراما السورية، نحن كمان الدراما السورية خلال العشرين سنة الماضية قدرنا نعمل موقع بالنسبة للجمهور العربي مهم كثير، لأنه أعمالنا كثير بتشبه العالم. يعني نحن منجيب المشاكل، وهي المشاكل الموجودة بكل الوطن العربي، حاولنا نلقي الضوء على هذا الشيء، وهي التميز بالنسبة للدراما السورية. بالسنوات هي الأخيرة الثمان سنوات بشوف تأثرت شوي، لأنه طبعا بطبيعة يعني الحال صار في تعثر بطبيعة الحال، يعني لما بيكون في حرب ولا شيء، بس الأمور تمام يعني ما في، كله بيمشي يعني كله بيصير طالما موجود، وطالما هذا الحب موجود بالنسبة لكل الفنانين بيقدروا يستمروا، هذا شيء طبيعي يعني يكون. نعم ست منى، إذا بدنا نحكي عن أدوارك الحديثة يعني بالكم سنة اللي مرقوا بين دورك بالهيبة وقبله بالعراب، وكان كمان لك دور بمسلسل جريمة شغف وسمرة وأيضا باب الحارة حتى، غيرهم كتير من المسلسلات اللي شاركت فيهم بالسنوات الأخيرة، أي دور هو الأحب على قلب منى واصف؟ إذا قلت لك كل الأدوار بدك تقولي أنا بقول مثل كل الممثلين كلهم أبنائي يعني يعني كل دور كان في بصمة. يعني مثلا أنا بحب دوري بياريك مثلا يعني لأنه دور مختلف وفي شوية كوميديا وشوية تراجيديا، في تنوع بهذا الشيء. وبحب دوري بسمرة راوية، وبحب أدواري يعني المشكلة لأنه أنا إذا ما حبيت دور ما باخده يعني صحيح. انا بختار، عرفتي؟ عشان هيك بقول لك انه انا بحبهم هذا، بس هو مو بالضروري انه كلهم اولادي، بس ما في دور اخذته وانا يعني كيف بدي اقول لك يعني مجامله لحدا. انا بالنسبه للفن ما بجامل، والا ما كان بيستمر 54 سنه. صحيح. ما يعني صعب اقول لك. نعم. بس يعني بتضل اذا بدي احكي لك عن رساله انه هند بنت عطلة هو بالنسبة لي شيء مهم، لانه وصلني للعالمين. ممكن اقول لك انه هذا دور بمواصفاته كله يلي حصلت بالنسبة للنسخة العربي والنسخة الانجليزي والمنافسة اللي كانت، هذا بده يكون عزيز على قلبي، وخصوصا انه يلي عمله مخرج رائع وعظيم وراح جاي وعزيز على قلبنا لانه كمان ست مصطفى العقد، والله بعرف يعني هذا بدي انا انحني له، ما بقدر ما انحني له لانه هذا شيء كان مهم بالنسبه لي. نعم. وما بقدر اقول لك انه دليل ابو الزيبق ما شهرني بالخليج، وانه لما رحت اول مره على دبي بالمطار قالوا لي وقت شافوا بسوري قالوا لي مو دليله انت، انت مو لا ايه بس دوري دليله يعني انا عرفتي اكيد دور يعني كيف انت له شيء بالنسبه لي فيها، وهي مثل ما قلت على اسعد الوراق، اسعد الوراق يعني هذا الحكي من سنة 75 صح 75 بسنة 1975 بال 75 كنت من تصوير فيلم الرسالة، لما جيت
تمت وهي سباعية. تصوري إنه هي سباعية للآن بيحطوا فيها وهي سباعية. نعم نعم وحدة. صحيح صحيح أسعد. نعم. طيب ست منى رح تطلع علينا قريبا بأعمال جديدة غير الهيبة، يعني هيك عم تحضري لشي جديد بالمستقبل القريب؟ لا هلا لا هلا إجازة أنا بشوف الأعمال اللي أنا مقدمتها، يعني أنا ما عملت السنة غير كمان إلا الهيبة، لأنه الارتباط كان إنه ما بعرف إمتى بدنا نبدأ، وقبل منا كنا بالإمارات عم يحتفلوا فينا بدبي بمهرجان السينما، فما كان في عندي ابدا اني ارتبط باي شيء. وفي في مسلسل شبابيك والغريبة هذول عمل السنه الماضيه السنه طلع، عرفت شلون؟ فهلا انا بالصيف الحقيقه انا بسبح وبقرا بس، اقرا واسبح فقط. الله. طيب اذا عم تقري خبرينا شو عم تقري هلا؟ شو عم تقري؟ اي كتاب؟ هلا والله شوف هلا شوفي هلا انا متعرفي على كاتبة جديدة اسمها إليف شفاق. إليف شفاق يعني كاتبة تركية. أي عيني على كاتبة. عم تقري لها شو؟ قواعد العشق الأربعة. أنا عم بقرا لها، شوفي شو عم بقرا لها، عم بقرا لها لقيت اسطنبول. أها. هي أول وحدة. نعم. ولسه ما كملت هذا. وفي عندي هلا طاولة كله الزانية لسه ما قريتها، هلا عم خلص شغلة. نعم. وبعدين في عندي قصر الحلوى لإليف شفاق كمان يعني بدي ابدا فيها، وفي عندي كمان حليب اسود لإليف شفاق هي قريتها. نعم. فشوفي بقى انا شوفي عندي يعني وعندي كمان ميل قلبك هلا ميل قلبك انك يعني إيه؟ بعالم القراءة وانا الحقيقة بحسك بهالموضوع، بتعرفي يعني اللي بحب القراءة مع مشاغل الحياة بس ما يلاقي وقت للقراءة بيزعل، صح؟ حق معي، بس انا بقى لاني انا بس ممثل، عرفت شلون؟ وما في ما ما في يعني ما عندي ما ما عندي اشياء ثانية اعملها. نعم. لا بمثل يا بقرا. نعم. يعني قلت لك هي من زمان هي العاده كانت عندي، بعتقد انه هذا سبب من اسباب اني انا استمريت يعني بنجاحي، يعني لما بقرا بحلم. صحيح. عرفتي شلون؟ هلا اعطيني دوري مثل انديرا غاندي. نعم. احلمي اني اعمل انديرا غاندي، لو تعرفي هذا فيلم بيكون عالمي، هيك بحلم انا. فلذلك اقرا لانه على القليله بكتشف عالم ثاني. صحيح صحيح، القراءة هي سفر وحلم مثل ما ذكرتي. ست منى انت بتوصفي نفسك بطير، صح؟ يعني اسمحي لي اليوم اشكرك على كل لحظة طيران طيرتينا معك فيها بكل مشهد وبكل دور وبكل اطلالة، وبتقولي كمان انك بتتنفسي تمثيل، ونحن دايما بانتظار كل نفس بتحطه منى واصف باي عمل من الاعمال اللي بتقدمها بعالم الدراما. ست منى انت فخر لنا والله يطولنا بعمرك، ما فيني خبرك قديش انا سعيد اليوم باني قدرت اني اتواصل معك اولا، واني انك تكوني ضيفتي ببرنامجي. شرفتيني ونورتي هوا راديو الان اف ام، وعلى امل اللقاء دائما ست منى. انت كمان نورتيني، لانه هذا البرنامج ونوعيه الاسئله تبعه هذا شيء انا بيهمني كممثله حبيبه قلبي، وانت وصلتيني لشيء. طبعا وصلتيني لشيء احكي فيه عن احلامي، احكي فيه عن نجاحاتي، احكي فيه عن عطاءاتي وعن قراءاتي، هذا كثير مهم، لانه يعني شو بدي اقول لك، يعني اقرا يعني شغله كثير مهمه. صحيح صحيح. شكرا كثير انك يعني حسيتي قدي انا عايشه بعالم عالم جميل رغم كل الواقع القاسي، القراءه بتخليكي تروحي لمكان ابعد. صحيح. كل التحية لإلك ست منى، وكل الحب لإلك وكل الاحترام لإلك. أنا جدا سعيدة فيك. هلا رح ودعك أنا، ورح أطلب من مستمعينا إنه دايما يكونوا بانتظار كل شيء جديد من منى واصف على هوا راديو الآن اف ام. بتمنى لك كل الخير ست منى، وإلى اللقاء على الخير وعلى المحبة دائما. شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا.
شكو ماكو؟ بريفيت. كيفك؟ هلو. سلام عليكو. هولا. مرحبا الساعة. عسلامة. نمستي. جواز سفر واحد بياخدك حول العالم بأكمله. ياه يا ريت. ومش هيك بس، راح تلتقي بشخصيات من جنسيات ومجالات مختلفة. طيب كيف؟ برنامج جواز سفر، جواز سفرك إلى كل العالم، نتعرف سويا إلى ثقافات وحضارات الشعوب ونلبي دعوة ضيوفنا إلى أهم الفعاليات الثقافية والفنية. أهلا بكم على متن الآن FM، نتمنى لكم رحلة موفقة.